السلام عليكم خوتنا المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا كاملين تكونوا بصحه جيده يا ربي. اليوم غادي نهضروا على قناه محبوبه. كيف ما شفنا البارح واحد الفيديو اللي كان مؤثر، وانا شخصيا بكيت وبكاني ملي شفت تيتيش عيط ليها الشيخ ديالها وبغى زعما يديروا لها مفاجاه باش يفرحوها هي وراجلها، ولكن الساعه ديك المفاجاه تقلبات مشكل ومشكل كبير. كما شفنا تيتيش كانت مسافره باش تنسى داك المشكل اللي وقع مع راجلها هي وياسين، وكانوا مرحبين بهم دوك العائلات ديال الدعم ديال مراكش او طنجة ثاني عفوا. شويه تعيط ليهم باهم او باهم الحجوي الشيخ ديالهم، وبغى زعما يقول لهم المفاجاه ديال انه ختن الوليد ريان ولد ياسين. ساعات ديك المفاجاه اللي كان هو باغي يفرحهم كاملين ما عجبهمش الحال. ملي قالها لحسن ومراته حتى هما اللون ديالهم تغير وما عجبهمش الحال. يعني ديك المفاجاه ما كانتش في المحل ديالها، لان هما حسبوها زعما غادي يضربوا ليها، زعما غادي يحيدوا عليهم ديك الخلعه وداك الشيء الخوف ديال الطهاره، ولكن هما ما جيهم زعما داك هذيك اللحظه ديال الطهاره واحد الحاجه مهمه باغيين يشوفوها، باغيين يحضروا ليها، باغيين يصوروا تصويرات كيفاش دخل السبيطار كيفاش خرج، يعني باغيين يكونوا حاضرين في ديك اللحظه. ما فهموهمش وهذوك بغاو يديروا مفاجاه والاخرين تفقعوا عليهم. وشفنا تيتيش فاش سمعات بان الولد ديالها طهر ولات كامله كترعد وانفاعلات، ولات كتهز فلوسيه تخبط فيهم، مشات جرات الباليزه محلوله ولا غادي تمشي شويه عقبات سخفات بقى كيشربوا فيها الماء باش يرجع ليها الوعي ديالها. يعني ما تقبلاتش ديك المفاجاه. كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز منهم ديك رانيا فلوغ اللي شفنا عدوستها امها مشاو هزوا الوليد وختنوه وجابوه عاد قالوها ليها، وهي تقبلاتها بواحد الفرحه وجاها عادي وقالت لهم خونوا عليا باش انا ما نبكيش وما نتاثرش، ولكن هما بغاو زعما حتى هما يديروا داك الشكل. وحنا شفنا رده الفعل ديال تيتيش كانت واحد رده الفعل غير متوقعه، وكانوا حتى هما الشيخ ديالها ولا رشيده ولا الام ديالها كانوا غالطين وقالوا بان غيفرحوها، تصدق العكس. هي قالت انا هذه هي اللحظه اللي كنت كنتسنى شحال هذا، وباغا نفرح بولدي وباغا نختن ولدي وباغا نوقف عليه. وشفنا حتى الاب ياسين حتى هو يتعصب، ولاو باغين يمشيو بوحدهم، ما بقاوش باغين يكملوا داك السفر ديالهم، ما بقاوش باغين يكملوا ديك الرحله ديالهم. هذا الشيء علاش بعد الاحيان كتكون المشاوره والمحاوره كتكون احسن. احنا عرفنا هذه الغلطه اللي دار بوهم او الشيخ ديالهم كانت حسنه، ما كانش زعما شي نيته شي حاجه خايبه، ولكن تفهمات لي غلط. يعني انت زعما مشيتي درتي رياك ومشيتي ختنتي بلا شوار بلا شي حاجه، حتى ديك العدوزه راه ما فراسهاش، حتى هي تفاجات، كاملين تفاجئوا. كنتمنوا من تيتيش تشد كما تنقولوا في الوعي ديالها، وما كان عليها ما ديرش هذيك رده الفعل، لان داك الشيخ ديالها كانت نيته حسنه، والام ديالها ما كانش عليها تهضر معها بديك الطريقه، لان ديك الام ديالها غير مسيره من طرف الشيخ لانها ما بغاش ترفض ليه، وماشي زعما شي حاجه خايبه. اما الفرح زعما والسبوع ولا سميتها الفرح والعرس اللي غديري ليه، هذاك الشيء غادي تحضري ليه، غير زعما ديك اللحظه اللي كتخاف الام والقلب ديالها كيتفزع. حنا كاع ختنا وليداتنا ودزنا من هذيك المرحله، يعني كتكون صعيبه بالنسبه للام، واحد اخر كتجي سهله. اما الام باش تشوف ولدها خارج منه الدم وكيبكي ومحيدي له واحد الطريف، زعما صعيب الحال. داكشي علاش هما قالوا يلاه الاب داز من واحد الحادثه صعيبه وتعذبوا، غادي نجيبهم ثاني الختانه ثاني، غادي يتصدموا غادي يتخلعوا، هادشي اللي قصد داك السيد. ولكن ديك المفاجاه ديالو تفهمات لي بالغلط، كاملين لاموه كاملوا لي كاملين تغير لي الشكل ديالهم، كان عليهم يصفقوا ويفرحوا ويقولوا على سلامته ويوصوا بعضياتهم ويتسالموا، ولكن هما ردوها روينه وردوها مدابزه، وكل واحد فقعان كل واحد غضبان. يعني ما مشاتش ديك المفاجاه كيف ما كانوا مخطين ليها الاخرين، وعلم الله فاش وصلت لتيتش عند ولدها وملي شافتهم مخطين، علم الله ردت الفعل ديالها كيف كانت مع الام ومع الشيخ ديالها اللي كانت دائما كتبوس يديهم وتقول لك انا مرضيه، وهذه كنتمنى تمارك الاعصاب ديالها وما تنفاعلش في وجههم وما تخليش شي حاجه اللي غتندم عليها من بعد، لان داكشي اللي داروا معاك راه غير المزيان، ما داروش زعما شي حاجه اللي خارجه القانون، دوك الناس بغاو غير يفرحوك.
هادشي اللي بان ليا انا. نتمنى تيتيش توسع خاطرها في هذه المرحله هذه، وبالعكس خاصك تفرحي ملي لقيتي وليدك داز كلشي على خير وبخير، وكاينين زعما ناس اللي كيحبوك بحال الام ديالك وبحال الشيخ ديالك وديك مرت اللوز ديالك اللي واقفين في جنبك وباغين فرحتك، وحنا شفنا كارين لك الديور ومجموعين عليك الناس مكبرين بيك باغين ينسوك داك الهموم اللي دازت عليك في الحديث. يعني ملي يديروا ليا شي حاجه مفاجاه بحال شكل غادي نكبروا في عينيا، وغادي نزيد نفرحهم وغادي نزيد نشكرهم على هادشي اللي داروا ليا، ماشي نقلبوا لهم داكشي بالعكس ونقول لهم هادشي اللي درتو راه زعما خط احمر ما تقيسوش ليا ولدي، انا ندمت تخليته عندهم كون غير جبتو ومعصبه، وانا بانت لي ردات الفعل ديالك صعيبه، وهادشي اللي خلى كاع الجيران ديالكم اللي عندهم قنوات كاملين خرجوا كيهضروا البارح على هاد القضيه، واش هادشي بصح فعلا ولا مقلب ولا حقيقه. انا على ما اظن داكشي واقعي ما كاينش كذوب، لان الساعه اللي كانت تيتيش معصبه وكانت كتغوت كانوا كيطلبوا من الحسن كيطفي الكاميرا، كيقولوا لي طفي الكاميرا، يعني كون كان متفقين على داكشي كانوا غادي الاخرين يضحكوا من وراهم، واللي يقولوا زعما هي اللي معصبه وحنا عارفين ما دايرين لا مقلب ولا شي حاجه. يعني داك الختانه راه فعلا كاينه، وفعلا تيتيش ما فراسهاش، وحسن وحاس ياسين توا ما فراسوش، لانهم تصدموا واحد الصدمه كبيره. وكيف ما قلت لكم بعد ما كانوا يلا كراو واحد الدار تطوان باغيين يدوزوا فيها العطله، عقب تقلب لهم داك السيستم كامل ورجعوا لسيدي عدي باش يشوفوا الوليد اللي تختن. نتمنى تكون لي الامور كامله على خير، وماشي زعما اول واحد ولا اخر واحد وقع لي بحال هاد الختانه اللي زعما كيفاجئوك ناسك امك ولا شيخك ولا شي واحد كيتدخل وكيختن لك ولدك. عادي، وشفناها في اليوتيوب كيف ما قلت لكم رانيا فلوغ راه دارتها، داروها ليها راجل، دارتها الام والعدوزه ديالها، وكانت فرحانه وكانت سعيده وقالت خمو ليا وفكروا ليا كتبوس لهم فروسهم، يعني جازاتهم واحد الجزاء اللي هو زوين. كنتمنوا تيتيش دير واحد الفيديو توضيحي لذاك الغضب ديالها، وتخلي صورتها زوينه ونقيه عند المتابعين، ما تبينش زعما واحد الوجه اللي ما شفناهاش فيه من قبل. وهذاك الشيخ راك ما تسيئش الدم ديالو لا هو لا الام ديالك، لانهم فكروا في المصلحه ديالك وديال ياسين، لانكم نتوما فعلا داكشي اللي مريتو منه صعيب وصعيب بزاف. والله يشافي الجميع والله يحفظ لكم هذاك الوليد، ومبروك عليه وعلى سلامتو. مازال كما قلنا ديروا ليه الفرح، ومازال تجمعوا ومازال تضحكوا ومازال تفرحي بديك الختانه اللي باغا واللبس اللي باغا تلبسيه. اما الحاجه الصعيبه هذيك راها ما كتصور ما والو، احسن حاجه داروها. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.